أولا منظمة أوكسفام هي سعيدة للتواجد في هذا اللقاء اليوم وتواكب العمل اللي كيقوم به المنتدى ديال الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية. ما يخفاش عليكم على أن منظمة أوكسفام منظمة دولية تتواجد في المغرب منذ 30 سنة، كتدعم المشاركة المواطنة، كتدعم التنمية الديمقراطية، كتدعم كل ما يتعلق بتطور ديال المجتمع في الاتجاه الإيجابي بشكل عام. فمبادرتنا اليوم كتجي في سياق دعم المبادرات المدنية اللي كتوخي توصل المعلومة المالية إلى جل المواطنات والمواطنين. طبعا المنتدى الباحثين في وزارة الاقتصاد والمالية سبق لهم أنهم أعطوا سلسلة من القوافل في مختلف مدن المملكة. أوكسفام اغتنمت هذه الفرصة باش تنسق مع المنتدى باش نوسعوا المجال ديال هذه القوافل وتوصل أكبر عدد من المدن المغربية بهدف واحد، هو أنه المعلومة المالية تصبح متاحة للجميع وتصبح في متناول الجميع والكل يتمكن منها ويستطيع أنه يواكب القانون المالي وخاصة المستجدات اللي جاء بها. منظمة أوكسفام خلال السنين الأخيرة قمنا على الأقل بواحد ثلاثة ديال الدراسات مهمة. العمل ديال المنظمة ديال أوكسفام هو عمل تنسحب على ثلاثة ديال المجالات كبيرة. المجال الأول كل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والثاني يتعلق بالجانب الاجتماعي والنوع الاجتماعي، والجانب الثالث كيتعلق كل بالحملات اللي مرتبطة بالعنف اللي مرتبط تيمس للأسف النساء في مختلف المجالات. على قصر الموضوع ديال الندوة ديال اليوم، منظمة ديال أوكسفام عندها مشروع كبير على المستوى الدولي كيتعلق بالعدالة الجبائية، والمقصود بالعدالة الجبائية هو أنه تكون كل مواطن وكل مواطنة وكل مؤسسة وكل مقاولة كتأدي الواجب ديالها وفق المداخل ديالها وفق الأرباح ديالها. وبالتالي هذا العمل تيندرج في واحد الرؤية اللي أعطينا انطلاقة بها واحد الدراسة قمنا من خلالها تحليل السياسة الجبائية، تبعناها بدراسة حول الإعفاءات الضريبية. المقصود من هذه الدراسات كلها هو أننا كنعتبروا على أنه المغرب ماشي بلد ديال المنتج ديال النفط ولا مصدر للنفط. المغرب أهم الموارد ديالو بالدرجة الأولى كتعتمد على الضرائب، فهذا الاعتماد على الضرائب خاص التحصيل ديال الضرائب يكون مبني على قواعد ديال الإنصاف وديال العدالة باش الكل يدي الواجبات ديالو، باش يمكن لنا آنذاك نواكبوا سياسات عمومية اللي تلبي الحاجيات ديال المواطنات والمواطنين.